جبت جريدة الأخبار نقرأ تحقيق تحت عنوان صناعة الوعود تنتظر وفاء بالعهود. الغزل والنسيج رصيد يتآكل وأمل التطوير ما زال قائم. جاء في التحقيق الغزل والنسيج ملف شائك وأحد أكبر التحديات الراهنة التي تواجه الدولة في الوقت الحالي على مدار عقود سابقة عانت هذه الصناعة إهمالا جسيما تزامن معه إغلاق المئات من شركات ومصانع الدولة والقطاع الخاص. صناعة كثيفة العمالة حققت بمنتجاتها يوما شهرة دولية تسابق عليها كثيرون للفوز بمنتج مصري فائق الجودة وفخرا كبيرا لمن يقتنيه. الأخبار فتحت الملف الصعب، رصدت مشاكل وتحديات بالجملة، ورغم انطلاق خطة التطوير التي أعدها مكتب استشاري عالمي منذ نحو عام ويزيد وبشائر تحسن في نتائج الأعمال، إلا أن الأمر بات لا يحتمل أي تباطؤ. وباتت مسألة مساندة القبضة للغزل والنسيج في خطتها أمر حتمي دونما إجراء مزيد من الدراسات وإضاعة الوقت بسبب تعاقب الوزراء في حقبة قطاع الأعمال. يكفينا مضاع شركات قطاع الأعمال العام تمتلك كل مقومات النجاح والتميز، ولكن تحتاج إرادة حقيقية ونية مخلصة هدفها إعادة الأسطورة إلى سابق عهدها. نروح للشروق وخبر تحت عنوان تصديري الحاصلات الزراعية، مصر بحاجة لاستيراد 500,000 طن أرز خلال عام. قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن مصر ستلجأ لاستيراد الأرز خلال الأشهر المقبلة نظرا لعدم كفاية المساحة المنزرعة حاليا لتوفير الاحتياجات المحلية بعد قرار وزارة الزراعة بتقليص مساحة زراعة الأرز بسبب قلة المياه. أضاف النجاري أن المساحة المنزرعة من الأرز حاليا تصل إلى 724,000 فدان بعد أن كانت 1,000,000 فدان العام الماضي، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التموين بشراء محصول الأرز من المزارعين المصريين وتعويض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك بالاستيراد. أوضح أن مصر ستكون بحاجة إلى استيراد ما بين 400 إلى 500,000 طن أرز في الفترة بين أغسطس 2018 وحتى نفس الشهر من العام القادم 2019 بصورة مبدئية، بينما تترك التقديرات النهائية للخبراء داعيا إلى تنويع مصادر الاستيراد وأصنافه وعدم الاعتماد على مصادر بعينها حتى لا تكون الدولة تحت رحمة أحد وفق قطر. ننتقل لموقع مبتدأ وخبر تحت عنوان كنترولات الثانوية العامة تبدأ مراجعة درجات الطلاب. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم الثلاثاء مراجعة درجات وكراسات البوكلت لمواد الثانوية العامة بعد انتهاء تصحيحها بالكامل. قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة إن الكنترولات ستبدأ اليوم مراجعة كراسات الامتحانات للطلاب وإعادة وضع السليبس على كراسة الإجابة للطلاب ومراجعة الرصد وتجميع الدرجات، موضحا أن أعمال المراجعة تتم في جميع الكنترولات بالتوازي. نروح للأهرام ونقرأ مقال للمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي وجاء تحت عنوان نظرة إلى الجامعات المصرية. قال الفقي في اللقاء السنوي لمجلس أمناء مكتبة الأسكندرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخل الرئيس في حوار معمق مع الحاضرين وهم مجموعة من رؤساء الدول والحكومات السابقين حول قضية التعليم في مصر. بدأ الحوار بسؤال من الرئيسة السابقة لجمهورية فنلندا وهي من أكثر الدول الأوروبية اهتماما بالتعليم ونجاحا في برامجه، ولقد كشف الرئيس السيسي في ذلك الحوار عن مخططه لتوأمة كل جامعة حكومية مصرية بجامعة مرموقة من الخمسين جامعة الأولى في التصنيف العالمي. وقد أردت من هذه المقدمة الكاشفة أن أوضح أهمية التعليم ودور الجامعات في مستقبل مصر كما يراها رئيس الدولة في مستهل فترة ولايته الثانية، والتي يسعى إلى أن يركز فيها على بناء الإنسان بعد أن قطع شوطا كبيرا في المرحلة الأولى لاستكمال البنيان، أي أنه ينتقل من مرحلة هاردوير إلى مرحلة سوفتوير وهي مرحلة أكثر صعوبة وأشد خطورة. إنني أتطلع إلى جامعاتنا الحكومية وأيضا جامعاتنا الخاصة التي تمضي في فلك الدولة المصرية واحتياجاتها المختلفة لكي نتقدم نحو المستقبل بخطوات ثابتة. نروح لليوم السابع ونقرأ تقرير جه تحت عنوان تحقيقات التمويل الأجنبي تكشف تورط محامين بمركزي القاهرة والمصري المتهمون تلقوا تمويلات لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة. التحريات تكشف تورط عشرات المراكز واستبعاد 3000 منظم. وصلت هيئة التحقيق القضائية
المنتدبة من وزير العدل برئاسة المستشار هشام عبد المجيد في التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا باسم التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني. وكشفت مصادر قانونية أن هيئة التحقيق برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية كل من المستشارين خالد العمري وأحمد التواب استمعت إلى أقوال اثنين من المتهمين العاملين كمحامين مساعدين لخالد علي بالمركز المصري لحقوق الإنسان، حيث أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 40,000 جنيه عن كل منهما. ونوهت المصادر أنه تم استبعاد 3,000 منظمة حقوقية وجمعية أهلية من القضية، وأن الهيئة خلال تحقيقات موسعة في القضية عن أسماء كيانات حقوقية لم يتم الإعلان عنهم، وذلك بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المراكز أهلية والإخوانية وأشخاص متورطين في تلقي تمويل من الخارج. لافتة إلى أن عدد المنظمات التي دخلت في القضية 3250 كيان، وأن النشطاء السياسيين المذكورين في القضية يندرجون تحت قيادة كيانات مدنية. ومن أبرز الأسماء المذكورة في القضية حافظ أبو سعدة، خالد علي، وتم استبعاد 3000، وأنه سيتم التحقيق مع 250 للتحقق من موقفهم في القضية ومعرفة قانونية تأسيسهم ومصادر تمويلهم وآلية صرف هذه الأموال. أشارت المصادر أنه من أبرز المؤسسات التي جاءت نتائج التقارير بمخالفتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المعهد المصري الديمقراطي، المصري للحقوق الاقتصادية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة العربية للإصلاح القانوني، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المكتب العربي للقانون، المؤسسة العربية لدعم المجتمع، مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والمجتمع، المركز المصري لحقوق التعليم، محامو العدل والسلام. نروح دلوقتي لأخبارنا العالمية والمحلية، ومن موقعنا موقع صدى البلد خبر تحت عنوان ترامب يختار مستشار بوش الابن لعضوية المحكمة الأمريكية العليا. جاء في الخبر، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتعيين بريت كافانو المستشار السابق المثير للجدل للرئيس جورج بوش الابن في المحكمة العليا خلفا لأنتوني كينيدي المتقاعد. نقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن ترامب استقر على كافانو لأنه يسعى بشدة إلى توجيه دفة أقوى سلطة قضائية في الولايات المتحدة إلى اليمين، ويعتبر هذا التعيين الثاني الذي يقوم به ترامب بعد تعيين القاضي المحافظ نيل جورسيتش إلى في 2017 خلفا للراحل أنتوني سكاليا. ويتولى أعضاء المحكمة العليا التي تضم 9 قضاة مناصبهم مدى الحياة. إلى جريدة الحياة اللندنية نقرأ خبر بعنوان شكري جهات فاعلة في المنطقة وفرت ملاذات آمنة ودعما عسكريا للإرهاب. حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من أن تقويض مؤسسات الدولة يولد فراغا سياسيا واجتماعيا مليئا بالمؤسسات البدائية والميليشيات الطائفية والإرهابيين، داعيا إلى الحفاظ على الدولة القومية كونها الأداء الأكثر قدرة على التحديث والتغيير الاجتماعي. وقال إن هناك جهات فاعلة في المنطقة وفرت ملاذات آمنة وكذلك الدعم العسكري والمالي لمنظمات إرهابية متطرفة كثيرة. جاء ذلك على هامش زيارته الصين في ندوة نظمها معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة. ويشارك وزير الخارجية المصري اليوم في الدورة 8 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية سفير أحمد أبو زيد بأن شكري نوه في كلماته خلال الندوة بالقفزة غير المسبوقة في العلاقات بين الصين ومصر منذ عام 2014 مع إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، لافتا إلى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية وتضاعف الاستثمارات الصينية في قطاعات اقتصادية كثيرة في شكل ملحوظ. أكد شكري أهمية مكافحة الإرهاب وقال إن هناك جهات فاعلة في منطقة الشرق الأوسط وفرت ملاذات آمنة وكذلك دعم عسكري ومالي لمنظمات إرهابية متطرفة كثيرة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة، وشدد على الموقف القاطع الذي اتخذته مصر وغيرها من الدول العربية الكبرى ضد السياسات التخريبية والمدمرة لجهات إقليمية ودعمها الإرهاب. تطرق شكري إلى الوضع في سوريا مشيرا إلى أن سياسة مصر الخارجية ترتكز على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة السورية ومنع انهيار مؤسساتها ودعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته من خلال حل سياسي مقبول يمثله كله. نختتم جولتنا الإخبارية من جريدة الشروق من جريدة الشرق الأوسط عفوا تحت عنوان المرأة السعودية كاتبة عدل للمرة الأولى.
منح رخص التوثيق ل 12 محامية. دخلت المرأة السعودية للمرة الأولى مجال خدمات كتابات العدل بعد منح وزارة العدل 12 امرأة رخصة التوثيق التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل وبالصلاحيات ذاتها الممنوحة للموثقين. أوضحت الوزارة في بيان لها أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين